خدمة ذلة وبس لك تحلى الخدامة، والله ضقنا بخدمتك طعم الكرامة. أهالي القرية الكرام، كما تعلمون أن بعد أيام ستطل علينا مناسبة مهمة في القرية، ألا وهي مناسبة انتخابات مجلس إدارة الجمعية الحسينية للدورة 1437 و1438 هجرية. انتخابات إن شاء الله راح تعقد في الجمعية العمومية القادمة في شهر ربيع الأول. نتمنى من الجميع من الإخوان المشاركة في هذه الانتخابات، سواء بالترشح لمجلس الإدارة أو من خلال الترشيح الحضور في الجمعية العمومية وانتخاب الأخوان أو الأعضاء الذين تقدموا بالترشيح لمجلس الإدارة. الدعوة للكفاءات من القرية بالتقدم لهذه الانتخابات، للتقدم للترشح لمجلسي الإدارة النسائي والرجالي لما فيه مصلحة الجمعية الحسينية. نتمنى من الجميع المشاركة والحرص على المشاركة، ونتمنى للجميع أيضا التوفيق. وطبعا العمل التطوعي في الجمعية الحسينية هو عمل مشوق، وصاحبه يشعر بالطمأنينة والارتياح إذا ما أدى عمله بإخلاص. وطبعا من يعمل في مجال خدمة الإمام الحسين يسعد في الدنيا والآخرة.